ما بدك ذوق؟ ما تبي؟ خلاص اوكي بسم الله. اهلا وسهلا، يلا حيهم، كيف الحال؟ عساكم بخير. نايف سولم معكم، وهذا ستايل جديد الصلعة، ستايل ايام الخوالي للي يذكرون متابعين القدامى. المهم اليوم انا جاي مطعم، اتوقع الجلسة هذه ما بغريبة عليكم. تذكرون البرجر المحشي ذاك؟ الله 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 الله، وش الزين؟ ايوه بالضبط، استر برجر. وعندهم برجر اسمه سويت برجر، يعني البرجر الحالي. فخلونا ناخذه من عندهم ونطلبه من عندهم، بعدين نروح نجربه ونشوف وش وضعه، ونعلمكم عن المفاجأة حقته. يلا بسم الله. زي ما انتم شايفين هذا الاعلان حق السنجل برجر او السويت برجر، معليش، او حلوى البرجر زي ما يسمونه. المهم السنجل بتسعة ريال وخمسة عشر ريال الوجبة، والدبل هذه الأسعار كلها عندكم، اللي على اليمين الساندويتش ولا على اليسار الوجبة. فخلونا نطلب لنا واحدة. عطنا واحد سنجل وجبة. شكرا. وخلونا نروح الحين ونجرب، نقول بسم الله. القديم زمان يا فن، زمان يا فن. زبدة، هذا هو برجر أسر برجر. خلونا نشوف وش قصة السويت برجر. الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زي ما انتم شايفين البرجر حقنا اللي فيه الصوص السويت الحالي، وعندك يا طويل العمر والسلام، والله والله حاره بعد، بطاطس بالجبن يا ابوي. فخلونا اول شيء ناكل لنا حبتين من البطاطس، بعدها نحول على البرجر. خلونا نسمي ونجرب. اهم شيء الجبنة عندي لا تكون جبنة، يعني تعرفون في انواع كثير الجبن بعضها يطلع طعمه استغفر الله العظيم. فنقول ان شاء الله ان هذا ممتاز. بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. لا لا طيب والله ممتاز. ما ودك تاخذ لك لقمة كذا على السريع؟ ما ودك تذوق؟ ما تبي؟ خلاص اوكي بسم الله. صح حق راح، عرفت الحرارة، حرارة نار، حرق لساني. خلونا الحين نشوف البرجر ونتفرج عليه من قريب. تعالوا معايا يا بشوات. زي ما انتم شايفين هذا هو البرجر والصوص جبنة واللحمة والتوميتو والخس والصوص بعد زيادة، دبل صوص بنفس الوقت. خبز بطاطس، خبز بطاطس. بسم الله. في شيء غريب، خلونا نرجع مرة ثانية. بسم الله. جماعة الخير، في طعم سكر. يذكرني بوشو، عرفتوا البرجر دونات اللي جربته انا ويتو هنا؟ حوله وحواليه شيء حالي، وبنفس الوقت مع الحين جابوا لكم من اول برجر الحاشي تذكرونه، والحين طلعوا برجر حالي. شو بدي اعرف يعني وش بيسوون بعد زياده. على العموم هذه تجربتنا، وجاء وقت تقييم الحين. تذكرون تقييمي، ما راح اجربه مره ثانيه، عادي، حلو، جبار. بالنسبه لي هذا انا اعتبره حلو حلو، بس مو بجبار جبار، لان الى الان انا ما بعد استوعبت سالفه البرجر الحالي هذه. حلوه بس لا الحين ما استوعب. فهذا تجربتنا اليوم، البرجر الحالي من حالي هو حلو برجر الزبده، سويت برجر من استرو برجر. اللوكيشن موجود تحت في الوضع. اوه ست شيء اول شيء. كل عام وطننا الحبيب بالف الف الف خير، واللهم دم علينا الامن والامان، ويعني كل الاشياء الحلوه ان شاء الله. وبنفس الوقت مسوين هم عرض اليوم الوطني، صح؟ هذا اساس جيتي، انا اساس جيتي عشان عرض اليوم الوطني. شفت الوجبه اللي اكلتها قبل شوي؟ سعرها كامله مكمله ب 10 ريال في اليوم الوطني. ما ادري يمكن يوم وطني ويمددونه، يعني بيخلونه ثلاث ايام. فعشان كذا أسر برجر بيوفروا لكم عرض وجبه ب 10 ريال، فروحوا جربوها من عندهم، فرصه ما تعوض. وهذه هديه لكم يا متابعين نايف، حبايب قلبي. كان معكم نايف سولم، الرابط اللوكيشن، صح؟ اللوكيشن تحت الوصف. لا تنسوا تتابعوني سناب شات وانستجرام وكل شيء.
كما كان سالم شكرا اذا ان شاء الله في مالا